جدا مشاهدي وتطبيق انا شفت في، مرحبا بكم مره اخرى في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف كتشوفوا طباب كثيف جدا كيغطي سماء مدينه الدار البيضاء، خصوصا هنا في منطقه عين السبع الحي المحمدي. بالنسبه للسائقين يردوا البال، احترموا قانون السير، مشيو بشويه لان هذا الطباب خطير كيحجب الرؤيه. انتم كتشوفوا الحاوية ديال الأزبال ما كتبانش، إلا درتي الضوء الفار كيبانش كاع، كيبقى يبان والو. إذا ما على السائقين إلا أنهم يمشيو بشوية ويتوخاو الحذر، بغيت ما تحيد هاد الضوابع. هانتوما كتشوف باب خطير، هذا هو المشكل، هو أن الضباب وحارق الضوء الحمر، يجي واحد خور من الجهة الأخرى ما يشوفوش يدخل فيه. الحمد لله هو بدا كيحيد شوية، عرفتو بالكم مشاهدينا الكرام الضباب كثيف وخطير في هاد الأثناء بعدد من المناطق بمدينة الدار البيضاء. عماد ولد ابراهيم قال لك عادي راه 5:30، هادي ولكن راه ماشي ديما مع 5:30 كيكون الضباب بحال هكا، وماشي كاين في الدار البيضاء كلها. عاوتاني انتم كتشوفوا كاين في واحد المقاطع. عموما السائقين يردوا بالهم، ثاني شوية لنا جمعة مباركة مشاهدينا الكرام للجميع. إلى هنا نأتي على نهاية هذا المباشر مرة أخرى، ردوا بالكم ضباب كثيف بعض المناطق من مدينة الدار البيضاء خصوصا السائقين، ردوا بالكم وإلى مباشر آخر بإذن الله.